بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم طلابي وطالباتي عبر قنوات عين Hello my students how are you today? All good? الحمد لله نبدأ الدرس لهذا اليوم المرحلة هي المرحلة الابتدائية لصفوف التربية الفكرية الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني المادة لغة انجليزية وموضوع الدرس إثراءات بمعنى أننا سنقوم بمراجعة جميع الدروس التي تناولناها خلال هذا الفصل بإذن الله معكم إلهام الهويش. Online class rules قوانين التعلم الإلكتروني. Our class rules is قوانين الصف هي looking eyes ننظر جيدا إلى الدرس listening ears آذاننا تصغي وتستمع إلى ما يقال quiet mouth نلتزم الهدوء حتى نستطيع التركيز والانتباه في هذا الدرس helping hands نرفع أيدينا لطلب المساعدة ونقدم يد المساعدة لأصدقائنا عند الحاجة الدرس الأول الذي تناولناه خلال هذا الفصل كان بعنوان greeting من يتذكر ماذا تعني كلمة greeting hi باي ماذا تسمى هذه العبارات؟ عبارات ماذا؟ التحية excellent تناولنا كلمتين في هذا الدرس هما هاي and bye نفتح الكتب على التمرين الثالث practice number 3 match the word to the picture نصل الكلمة بالصورة الكلمة الأولى هي هاي ماذا تعني كلمة هاي هاي أهلاً أو مرحبًا أحسنتم متى نقول كلمة هاي؟ When we enter the place we should say هاي عندما ندخل إلى مكان يجب علينا أن نقول ماذا؟ Hi great job. When we meet someone we should say هاي عندما نقابل أحد الأصدقاء نقول ماذا؟ Hi great job. ننظر للصور. ما هي الصورة التي تناسب كلمة هاي؟ Excellent, great job. الكلمة الأولى، الكلمة الثانية هي باي. ماذا تعني كلمة باي؟ باي تعني وداعاً أو إلى اللقاء. أحسنتم. متى نقول باي؟ باي when we. ليف عندما نغادر يجب علينا أن نقول باي نشاهد الصور مرة أخرى ما هي الصورة المناسبة لكلمة باي؟ ما هي الصورة المناسبة لكلمة باي؟ Good job أحسنتم نصل بهذه الطريقة أحسنتم يا طلابي الدرس الثاني بعنوان numbers من يتذكر ماذا تعني كلمة numbers number one number two نمبر ثري great جوب تعني الأرقام أحسنتم تناولنا الأرقام باللغة الإنجليزية حتى نمبر تن جود جوب لنقرأ الأرقام بصورة سريعة وان repeat after me تو ثري فور فايف سكس. سبن 8, 9, 10 Great job أحسنتم نأخذ تمرين نتأكد من قدرتنا على عد الأشياء أو عد العناصر حتى number 10 Practice number 1 التمرين الأول match ماذا تعني كلمة match؟ نصل أحسنتم نصل الأرقام بالمجموعات الصحيحة والمناسبة نبدأ من المجموعة الأولى نعد معا وبصوت عالي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Where is number 10? Number 10 Good job رائعين Al Majmu One, two, three, four, five, six. Where is number six? Number six. Excellent. This is number six. Al Majmu One, two, three, four, five, six. Seven, eight, nine. Where is number nine? Number nine. Great. This is number nine. المجموعة التالية بصوت أعلى. One, two, three, four, five, six, and seven. Where is number seven? Number seven. excellent this is number 7 المجموعه الاخيره 1 2 3 4 5 6 7 8 where is number 8 great job رائعين نتاكد من اننا قمنا بحل هذا النشاط بطريقه صحيحه الدرس التالي بعنوان letters من يتذكر ماذا تعني كلمه letters letter a letter b letter c الحروف احسنتم او الاحرف جميع الاجابات صحيحه نفتح الكتب على التمرين الثاني ماذا نشاهد في هذه التم في هذا النشاط او في هذا التمرين ما هي هذه الاحرف Letter B ماذا أيضا؟ Letter C Great job، في هذا الفصل تعرفنا على حرفين Letter B and Letter C، وكل حرف له كم شكل؟ شكلين، الشكل الأول كبير، ماذا يسمى الشكل الكبير؟ Capital، وماذا يسمى الشكل الصغير؟ Small, great job نعود للنشاط الثاني practice number two follow the dots نتبع النقط نكتب letter B is this capital or small letter B is this capital or small capital أحسنتم الآن نكتب small letter B حرف B كبيرة أم صغيرة صغيرة small great job نكتب letter C capital letter C only tracing فقط على النقط الآن نكتب حرف C الصغير small letter C بهذه الطريقة هل انتهينا من هذا النشاط؟ Excellent. Lesson four is my family. ماذا تعني كلمة family? Family. Father, mother, sister, brother. إذا ماذا تعني كلمة family؟ عائلة. أحسنتم وحين أقول my family تعني عائلتي تعرفنا في هذا الفصل على فردين جدد من أفراد العائلة من هم أفراد العائلة الجدد في هذا الفصل الدراسي؟ In English باللغة الإنجليزية Grand Grandma Great job, repeat after me Grandma Grandma Grandma, grandma. Great job ماذا تعني كلمة Grandma تعني تعني الجدة great job نشاهد الصورة الأخرى great job ماذا يسمى الجد باللغة الإنجليزية grand با رائعين يا طلابي grandpa 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 ماذا تعني كلمة grandpa تعني الجد، أحسنتم، نعود للنشاط: practice number three: match the words to the pictures. نصل الكلمات بِالصور. الكلمة الأولى grandma. grandma هل هي للجدّة أم الجدّ؟ للجدّة، أحسنتم. grandpa هل هي للجدّة أم الجدّ؟ للجدّ. أحسنتم نتأكد من أننا قمنا بحل هذا النشاط بشكل صحيح Recommendations أو التوصيات Do your homework ماذا سيكون الواجب المنزلي؟ سيكون مراجعة جميع التمارين وجميع الأنشطة التي سبق وأن تناولناها خلال الفصل الدراسي الثاني Practice نتدرب على الدروس كيف نتدرب على هذا الدروس؟ نطق الكلمات بشكل صحيح التعرف وتمييز شكل الأحرف. عد الأشياء حتى نمبر 10. Good job. Listen to an English language. نستمع دائما إلى اللغة الإنجليزية. درس اليوم مراجعة لجميع ما تعلمنا وتناولنا خلال هذا الفصل. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.